أشكر الأخوان في جمعية المحامين وعلى رأسهم رئيس جمعية المحامين الأستاذ شريان على التنظيم الرائع في صالة الجمعية. طبعا اليوم 30/6 هو اليوم بداية الدوام الرسمي اللي أعلنه مجلس الوزراء الموقر بدء العمل الرسمي، وعليه تبدأ يمكن بداية حسابة بداية الطعون. طبعا احنا يمكن في الوزارة كنا متهيئين لهذا الأمر وأطلقنا منصة لحجز المواعيد. هذه المنصة تم توزيعها على جميع الإدارات، كل إدارة حطت لها عدد معين باستقبال الجمهور بما يتناسب مع عدد الموظفين اللي يتجاوز 30%، وطبعا هذا العدد قابل للزيادة والنقصان، والمنصة ما راح تتجاوز يعني حجزك لها أكثر من أسبوع حتى تمكن الوزارة من إعادة حساب عدد المراجعين أن تزيدهم ولا تنقصهم. هذا من جانب. طبعا احنا في البداية متوقعين كنا أن راح نواجه في وزارة العدل كمحاكم عدد كبير من المراجعين، فتم الانتقال من قبلنا شخصيا أنا ويمكن السيد وكيل شؤون المحاكم توزعنا، فغطينا يمكن محكمة الأحمدي ومبارك الكبير اللي بصباح السالم، وكذلك محكمة الجهرة، وكذلك محكمة الرقع الفروانية، وكذلك محكمة حولي، وانتهاء بقصر العدل. فالحمد لله رب العالمين، نظام الباركود هذا الحجز المواعيد نظام جدا مرتب. يمكن عانينا في البداية المواطنين بعض المراجعين يمكن لا يحسنون التعامل معه، ساعدناهم في عملية شلون يدشون على سايت الوزارة وتسجيل الموعد، وكذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هذول طبعا مستثنى تم إدخالهم.